السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقاء قناة تيرا ميكس للربح من الإنترنت. معلش بنطول عليكم اليومين دولت، بقالي فترة ما طلعتش واتكلمت عن حاجة، فاعذرونا يا شباب. جايب لكم النهاردة حاجات مفاجأة. يعني أولا طبعا يعني أو قبل ما نبدأ عايزين نصلي على النبي كده ونشترك في القناة لو أنت لسه مش مشترك. هتلاقي فيها فيديوهات كتير جدا هتفيدك، تمام؟ وحاجات يعني انت مثلا لو دخلت هنا على قوائم التشغيل، تمام، هتلاقي انا مقسم لك هنا ايه يعني مثلا الكريبتو في مواقع الكريبتو لوحدها، تمام. هتلاقي متقسم في الاردروبات بقى وازاي تسجل في البنوك الالكترونيه السلام عليكم ورحمة والحاجات دي، الله تمام. وبركاته. هتلاقي كذا فيديو لو انت مهتم بالسايد ده او الجانب ده، تمام. طيب النهارده بقى جايب لكم موقع للربح من الريبل، واحنا قلنا ان العمله دي يا شباب مهمه جدا جدا. يا ريت تقدر تدور على اي موقع واي حاجه تجمع منها العمله دي، تمام. طبعا لو انت عندك البير فتمام، فانت هتسحب عليه. لو ما عندكش البير فحاسب لك في اسفل الفيديو رابط شرح شرح ازاي تعمل حساب بير، اهو ده الفيديو، تخش على القناة وتدور عليه، تمام. وهسيب لك طبعا لينك الفيديو اسفل الديسكريبشن، تمام. وكنا اتكلمنا قبل كده الفيديو ده عن موقع جميل جدا، وشفنا اثبات سحب ليه. انا سحبت منه اكتر من مرة يا شباب لغاية دلوقتي بيدفع. يعني انا شرحته لكم، تمام. لو لسه مشفتوش اتفرج عليه، لان موقع صادق جدا جدا، تمام، وسحبت منه اكتر من مرة، تمام. ده يا شباب، وطبعا هتلاقي اللينك بتاع الموقع اسفل الفيديو ده، تمام. النهارده في موقع شبيه ليه واجمل كمان، تمام. الموقع هسيب لك طبعا لينك التسجيل اسفل الفيديو، والموقع اول ما تدخل على رابط التسجيل اسفل الفيديو هتلاقيه فتح لك بالصفحه دي، تمام. طبعا هو موقع روسي، تمام، فالافضل ان انت تفتحه على على جوجل كروم علشان تعمله ترانزليت. يعني بص كده، هي اللغه الاصليه اللي هتجي لك كده، تمام، بالشكل ده. طبعا لغه روسيه مش مفهوم، فاحنا هنعمل ايه، هنحول للغه العربيه، هنعمله ترانسليت عشان نقدر نسجل ونقدر نشتغل فيه. اول حاجه هنا هتكتب اسمك اللي هتسجل بيه، اليوزر نيم، وهنا بريدك الالكتروني، وهنا كلمه السر، وهنا تاكد كلمه سر وتعمل انشاء حساب. وبعد كده هيوصل لك لينك تفعيل على ايميلك، هتخش على اللينك وتفعل حسابك، تمام. هنشتغل ازاي؟ اوريكم الاول الحساب بتاعي ده. هندخل على الحساب بتاعي ده، الحساب بتاعي مترجمه طبعا للعربي، تمام. هوريكم الاثبات السحب الاول، وبعد كده اوريكم نشتغل ازاي. انا لسه حالا دلوقتي ساحب منه، لسه الموقع مشترك فيه امبارح، لسه الموقع مشترك فيه امبارح، وجمعت منه 1.74% ريبل، تمام، وسحبتهم، تمام. هتلاقي عندي العائد زيرو. ليه؟ لان لسه حبه ما خدش وقت يا شباب، يا دوب انا سحبت في بعدها باقل من دقيقه توصل للبير. هنا ده يا شباب دخلت انا على البير، تمام، تلاقي هنا في الهيستوري. بص يا شباب لسه وصل 1.72، طبعا عشان عمولة البير هي 1.74، وصل 1.72، تمام. وصلت لسه حالا من شوية، تمام. نشتغل ازاي يا شباب؟ هتفتح دي الصفحة الرئيسية بتاعتك، هنا هنا البالانس بتاعك او الربح بتاعك، تمام، وده حسابك من التسوق، هوريك المزرعة يعني، تمام، او الرصيد بتاعك. هنا يا شباب هندخل على حاجة اسمها متصفحات، مواقع تصفح. هيجيب لك كذا موقع، هتخش كده تدخل على اي لينك هتدخل على اي لينك تفتحه، هتلاقيه معد لك عدات تحت هنا كده اهو اهو، تمام. هتنتظر لغايه ما يخلص، تمام. هنوقف طبعا لغايه ما يخلص التايم ده،
تمام يا شباب، بدأ الكاونتر ينزل كده لغاية ما يوصل للزيرو، وبعد كده هيفتح لي رقم، اختار الرقم ده كده، اختار شبهه اهو. بعد كده قال لي ده كده القيمة دي انضافت للرصيد. انا طبعا كان معايا زيرو. تمام، تعالى كده نعمل ريفريش ونشوف وصل ولا لأ. دي كانت زيرو يا شباب، دي كانت زيرو. نعمل ريفريش كده، بالفعل وصل. هنشوف كمان واحد، معلش هنشوف كمان واحد عشان أكد لكم بس. هنوقف برضو. تمام يا شباب كده خلص. برضو هنختار رقم شبهه ده، ضاف هيبقى مثلا كده المفروض 14. هنشوف كده، نعمل ريفرش. تمام يا شباب، وهكذا. تمام، طبعا السحب طبعا هتخلص دول كده. تمام، السحب طبعا الحد الأدنى 1 ريبل، يعني بخلاف الموقع التاني كمان كان 2 ريبل، الموقع التاني صادق برضو. تمام، بيسحب الحد الأدنى 2 ريبل، ده كده الحد الأدنى 1 ريبل، يعني أنت ممكن تسحب منه كل يوم، كل يوم يا شباب. تمام، طيب إيه تاني ممكن يشتغل في الموقع؟ إيه تاني؟ هنخش على في حاجة هنا اسمها المهام، المكافأة. في كمان خلينا في ناخد المكافأة اليومية الأول. تدخل على المكافأة اليومية، تمام، وتعمل تمام وانت وحظك بقى. يضاف فعلا اهوت هنا، ده المفروض يزيد. نعمل ريفريش. اسف، بينضاف فوق يا شباب، بينضاف فوق، بينضاف في خانة التسوق. تمام، بينضاف في خانة التسوق. تمام، ينضاف هنا. تمام، بينضاف في خانة التسوق. تقدر تشتري اعتقد بيها حاجات هنقول عليها دلوقتي. تمام، طيب هنا المكافأة اليومية، هنا المهام. الحاجة التالتة المهام. هنا بكل مهمة بيقول لك تاخد عليها قد ايه، يعني مثلا بيقول لك صفح 1000 موقع في قسم صفح المواقع، انت لو جمعت 1000 موقع بيدي لك بعدها 3 ريبل هدية. تمام، هنا بيقول لك لو انت انشر مراجعة لفيديو للمشروع واحصل على مكافأة لطيفة تصل الى 300 ريبل، انت لو عملت فيديو تمام ممكن تاخد 300 ريبل. تمام، طيب ودي مهام، كل مهام مهمة بيقول لك يعني ايه مكافأتها. طيب دي رقم 3. رقم 4 ايه تاني ممكن نكسب منه في الموقع ده او نشتغل ازاي؟ مزرعتي، الخانة دي مزرعتي. تمام، هندخل على مزرعتي. هي عبارة عن يعني مشاريع كده بشكل ظريف، يعني اول مستوى ده اسمه ستابل. طيب انا لو انا هقول مثلا طبعا هو بيجيب لك تفاصيل المستوى الاول اهو، ان الدخل اليومي لو انت على المستوى ده دخل يومي بيشتغل لوحده. شايفين؟ شايفين دي شغاله اوتوماتيك لوحدها. طبعا الحد الادنى للسحب من دي 1 ريبل. تمام، بيقول لك ان الدخل اليومي بتاعك هو 6%، والدخل الشهري 2 ريبل. تمام، طيب عايزين تفاصيل بقى زيادة المستوى. لو انا عايز ازود المستوى بتاعي ده، المستوى 1. المرحلة التانية هنا كده بيقول لك لو انت دفعت 10 ريبل، لو انت دفعت اشتريت 10 ريبل. تمام، المفروض الربح بتاعك في الشهر او دي قيمتها 10 ريبل، في الشهر هيبقى 2 ريبل. تمام، لو رقيت، لو دفعت يبقى المفروض هو كده مجاني، يعني هو ده جايب لك دي مجاني في الاول خالص، اللي هي قيمتها 10 ريبل، يعني انت مش هتدفع حاجه بس هي هتشتغل اوتوماتيك. تمام، قيمتها 10 ريبل، ربحها في الشهر 2 ريبل. طيب لو انت عايز ترقي تبقى هتدفع 30 ريبل وتاخد كل شهر 10 ريبل ربحك. دي مزرعه او مشروع شغال لوحده. طب دي بس، لا في كمان حاجات تانية. لو انا قلت على ترقيات الشراء، ترقيات الشراء هتلاقيه فاتح لك كذا حاجه. اول ليفل ده اللي احنا قلنا عليه الاستابل ده، تمام، وقلنا مستوياته. تمام، طيب البيت الاخضر ده، البيت الاخضر ده اول مستوى فيه بتدفع 50 ريبل، بتشتريه ب50 ريبل، ده اول مستوى فيه، وربحك بيكون كل شهر 13. تمام، كل شهر بقى يا شباب، يعني كل شهر بدون ما تعمل اي حاجه، تروح بس تسحب بايه ال 13 كل شهر، او تسحب
كل مثلا 3 4 ايام ليفل كده يعني، تمام. ده كده ايه، ده كده المستوى الاول. المستوى الثاني 150 ليفل، بتاخد 55 كل شهر وهكذا. المستوى الثالث المشروع الثالث المطحنة، بتشتريها ب 250 ريبل، وبيبقى الدخل الشهري او الربح الشهري 70 ريبل، زي ما اتفقنا برضو ان احنا قلنا احنا بنشتري الحاجة وما بنعملش اي حاجة، بس بنروح نجمع بس زي مايننج كده يعني. نفس القصة مزرعة الاغنام، ب 500 ريبل بتشتريها وبترقيها بالارقام دي، تمام تمام بس شوف ده. وطبعا بركة السمك دي أكبر واحدة فيهم، بركة السمك دي 1000 ريبل، 1000 ريبل أول مستوى فيها بتشتريه وبيدي لك ربح كل شهر 295، 295 كل شهر يا شباب، تمام. موقع جميل جدا وسادة، وإحنا طبعا جربنا السحب منه. هو طبعا أنا ما بشرحش الحاجة غير لما أكون مجربها أنا يا شباب وساحب منها، تمام. أنا ما خدتش وقتي يعني، سحبت من هنا وصلنا على البعير في لحظة يعني، تمام. هسيب لكم طبعا لينك التسجيل اسفل الفيديو. انتهزوا الفرصه يا شباب وجمعوا ريبل منه على قد ما تقدروا، علشان يعني عايزين نجمع مواقع كتير للريبل، تمام. انا طبعا بسحب من الموقع ده وبسحب من الموقع اللي قلت لكم عليه ده يا شباب، لسه ساحب منه برضو من شويه، تمام. والموقعين جمال جدا 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 طبعا، غير المواقع اللي هي الرول، تمام. انتهزوا فرصة الريبل، عملة قوية جدا يا شباب وليها مستقبل عظيم يعني، تمام. لو عجبكم طبعا الفيديو يا ريت تعملوا لايك، ولو أول مرة تشوفنا تعمل اشتراك للقناة، ويا ريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.